السلام عليكم. للأسف حتة الشمال بتلاقي فرن، بتلاقي فيه بوتوم بتدوس عليه، بتلاقي فيه مكان تدخل فيه الاسم، بتلاقي مكان تدخل فيه الباسورد. فعايزين نعمل حاجة زي كده في قلب ال HTML. هاجي هنا هقول له أنا هبدأ أعمل فورم، وهاجي هنا أقول له اقفل الفورم. وبعد كده هاجي هنا هقول له أنا عايز أكتب مثلا كلمة ليبل، وبعد كده هقفل الليبل. وهاجي هنا أقول له مثلا انتر يور نيم، يور نيم، واقول له كنترول اس، واقول له افتح لي الصفحه، يظهر يور نيم هنا. طيب هاجي بعد كده اقول له انا عايز ادخل انبوت، عايز الشخص يبدا يكتب لي حاجه انبوت. طيب الانبوت ملهوش قفله، ملهوش واحد زي ديت فينيش، بس تقدر تكتب مثلا تايب، وتقول له التايب ده مثلا انت عايز تدخل الباسورد، عايز تدخل سيرش، عايز تدخل تكست مثلا. التكست وتقدر تديله اسم معين او كده، اسم معين ده عشان البرمجه، بس احنا مش هنتكلم في البرمجه دلوقتي، ده لما نيجي ندخل مثلا في اتش بي او في جافا سكريبت وتديله اسم مثلا. طيب تعالى نشوف كده، هذا هو الليبل، وده هو اللي تقدر تدخل فيها الاسم اللي انت عايزه. طيب هاجي هنا واقول له انا عايز اعمل بليس هولدر. بليس هولدر يعني ايه؟ يعني اكتب لي بشكل خفيف كده ان انا ادخل الاسم بتاعي، كنترول اس. طيب تعالى نفتح الصفحه تاني، يور نيم مكتوب باسم خفيف. اول ما تكتب اي حرف هتختفي اليور نيم، هي مش كلمه مكتوبه اساسيه. طيب عايزين نعمل الباسورد، اقول له انبوت، واقول له التايب باسورد. باسورد على اساس تبقى نجوم، وممكن تعمل بلاس اوردر فيها، يعني في الباسورد اهيت لما تيجي تكتب اي حاجه هتظهر لك بالشكل دوت، تمام؟ عشان لو حد واقف وراك ما يعرفش ايه الباسورد بتاعك. العجيبه انها بتظهر نجوم حتى لو مفيش حد واقف وراك. طيب ممكن بعد كده نعمل ايه مثلا؟ هتلاقي انواع كتيره من الانبوت. انبوت مثلا طيب تقدر تختار مثلا راديو، نقطة كده تعلم عليها او لا، ممكن تختار تشيك بوكس، تشيك بوكس اهي، تمام. ممكن تعمل بوتوم بقى انبوت، هتقول له طيب، تختار مثلا البوتوم، تمام، كنترول اس، وتقدر تدي له اسم معين من خلال ان انا هقول له فاليو. سبميت او انبوت مثلا، واقول له افتح لي الصفحه، فلاقي ده الليبل، بعد كده التكست هتدخل فيه الاسم، وهنا الباسورد، وهنا التشيك، وهنا البوتوم.